السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. تجديد العزاء في شهر الأحزان، المصحف الشريف قبل الراية السوداء، رسائل الاستنكار ودعم القرآن. الخزانة الأمريكية توسع دائرة العقوبات المصرفية، قائمة ثقيلة ب14 مصرفاً. حياكم الله مشاهدي الأحبة، أولى لحظات تجديد العزاء لآل سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في شهر محرم الحرام لهذا العام لم تكن اعتيادية ولم تشبه طقوس أي عام. كتاب الله فوق الرؤوس قبل استبدال الراية السوداء لأبي الأحرار، ما هي إلا رسالة كاملة الدعم للقرآن واستنكارا لمحاولات الاستخفاف بالكتاب السماوي ونشر الكراهية بين جموع البشرية. هذا ما يراد من أوروبا، وهذا ما يمكن اعتباره اختبارا واختيارا دقيقا من العتبات المقدسة في تعزيز فكرة الثورة والنهضة الحسينية أنها جاءت متممة للحفاظ على الأمة من هاوية الانحراف والتصادم وفرز من ضل وتشبع بالأحقاد عن المجتمع ويرفض فكرة التكامل. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة، فرح أتحدث عن الإدارة الأمريكية عندما سعت أو وسعت من دائرة عقوباتها على نطاق المصارف العراقية، قائمة ثانية شملت على عدد كبير من المصارف الأهلية اللي أحيطت بخطوط غليظة من العقوبات لأسباب تتحدث عنها واشنطن أنها جاءت بناء على معلومات اشتراك بعمليات غسيل أموال وأخرى كإجراء استباقي قبل الوصول لهذه الدوائر المحظورة في التعامل. البنك المركزي قلل من تأثير هذه العقوبات على عملية التحويلات المالية مبررا ارتفاع سعر الصرف أنه نتيجة اللجوء للسوق السوداء وليس له أي ارتباط بهذه العقوبات. هذين الملفين راح نناقشهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، ونفتح محاور الحديث مع ضيوفنا المتخصصين في هذه المجالات، لكن انتظرونا بعد الفاصل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة من حصاد الأيام، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور رافد عبد الحسن الباحث الإسلامي، حياكم الله دكتور ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة زهرة الساعدي الباحث الإسلامي، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتورة زهرة، أبدأ مع حضرتك. لما لاحظنا في مراسم تبديل الراية المصحف رفع قبل تبديل راية الحداد للمولى أبي عبد الله الحسين، رفع القرآن على الرؤوس قبل استبدال هذه الراية، ماذا يمثل من رسائل الدعم والاستنكار، خصوصا وأنه هذا الطقس مضاف عن السنوات السابقة؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني هذا أمر ملحوظ، والعيون كلها تشرأب يعني وتنظر إلى هذا الحدث الذي ننتظره عاما بعد عام. وحقيقة رفع المصاحف في هكذا مناسبة كما هي عودتنا المرجعية الدينية هي مع الحدث دائما، فنحن نثبت أولوياتنا الآن. نحن عندنا راية سيد الشهداء، راية الجهاد التي رفعها راية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، نرفعها كل عام لنجدد العهد. هذه السنة رفعنا المصاحف قبلها لأننا فعلا قد استهدفنا هذه المرة بمنهجنا وعزمنا، نملك رسالة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة السماء الأخيرة إلى البشرية ممثلة بهذا القرآن الكريم الذي تصر دوائر في الغرب المعادي للإسلام على انتهاك حرمته، وليس مرة أو مرتين يتكرر هذا يعني ظاهرة ملحوظة، أيضا تكرار توجيه هكذا ضربات للإسلام العظيم الذي حقيقة هو في علو، والحضارة الغربية الداعية المدعية بالديمقراطية واحترام آراء الآخرين وفسحها المجال وحرية التعبير، على العكس نراها لو كان عندها صيانة للمثل وللقيم والاحترام الآخر لصانت مقدساتنا ومقدسات الآخرين ليس فقط القرآن الكريم. فيما يخصنا هذه المحاولات المتكررة لطعن ديننا ممثلا بقرآننا، فالآن العتبة الحسينية والتي تجسد ما يعني نظرتنا ونظرة مرجعيتنا ترى بأن الأولوية الأولى الآن هي للقرآن الكريم، تؤكد على أنه منهجنا دستورنا من يمثلنا، بل هو امتداد لما سنرفع من رايات
هذا إصرار من المسلمين، خصوصا المسلمين أتباع أهل البيت، على أن ما زلنا نحن مسلمين، ما زال هذا الكتاب هو نهجنا، وما زال هو من سيرفع كما يرفع علمنا، وهو علم الجهاد للحسين سيد الشهداء. نعم دكتور رافد، جد الترحابي بحضرتك. ولما نستدل بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يوصي الحسن والحسين عليهم السلام: لا يسبقكم بالعمل به غيركم، ويعني به القرآن، هنا نتحدث عن رمزية العتبة الحسينية المقدسة اللي كانت نداءات المرجعية تصدر من هناك، ولا سيما فتوى الجهاد الكفائي، وخصوصية ليلة تبديل الرايات اللي تتوجه إليها الأبصار سواء في الحضور الميداني أو خلف الشاشات. هل كانت رسالة كاملة المضمون في بريد هذا الحدث المؤلم لهذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييك وأحيي الكادر والمشاهدين الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك قبل العروج إلى سؤال حضرتك، من التنبيه والتنويه إلى أن عملية رفع المصحف أو القرآن الكريم ما جاءت إلا بعد استهداف لهذا القرآن، واستهداف واضح، وهذا الاستهداف مثل ويمثل، والمتتبع للتاريخ يرى بشكل واضح. لذلك رأينا أن المرجعية الدينية الشريفة أكدت على مسألة رفع القرآن. لما؟ لأن القرآن يمثل القيم التي تحتاجها كل المجتمعات على اختلاف ألوانهم وتوجهاتهم وعنصرياتهم وعقائدهم. كون بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وحينما تكون المنازلة والاستهداف ضد هذه القيم، إنما هذه إشارة أن هناك من يحاول أن يصد هذا الخطاب القرآني عن مجتمعاته لتمرير ما يريده من انحلالات، من أفكار تؤدي فيما بعد إلى زعزعة المجتمعات وفقدان ثقتهم بالسماء. وهذا ما رأيناه في السنين الأخيرة في تلك المجتمعات، حيث وكل الاحترام للكتب المقدسة ركنت في مكاتبهم، وساد الآن موجة كبيرة من الانحلال في هذا المجتمع، ثارة يعبر عنه بموجة الإلحاد وموجة نحو ذلك بالنتيجة، فيستهدفون القرآن لأن القرآن هو المتصدي. هذا من جانب. ومن جانب آخر إسقاطات نفسية، لأن هذا القرآن تحداهم قبل 1000 وأكثر سنة أن يأتون بمثله، بل خفض سقف التحدي وقال بعشر صور من مثله، فعجزوا عن ذلك. وحيث نرى اليوم وبشكل واضح أن هذا القرآن بدأ يغزو مجتمعاتهم، والموجة والصحوة الكبيرة التي تشهدها المجتمعات الغربية بلجوء الكثير منهم إلى الإسلام وإلى القرآن ما جاءت إلا حينما شعر هؤلاء خطورة وضعهم الأخلاقي والاجتماعي في ضوء ما يمرر لهم ويفرض عليهم من هذه المسميات التي لا أحب أن أذكرها، في مقابل أنهم وجدوا الأمان والإطمئنان والحصانة في القرآن. لذلك تكالبوا القوى على استهداف القرآن. وقطعا عندما يكون الاستهداف للمقدسات الدينية الإسلامية ستنبر المرجعية وأتباع المرجعية للدفاع. وليس هذا وليد اليوم، هذه هي الكوفة كانت ولا زالت وستبقى تتصدى لكل أنواع الاستهداف للمقدسات الدينية، فضلا أيضا أن تصديها للأمور الإنسانية التي تهم الإنسان على اختلاف ألوانه. الرمزية كانت أن المرجعية رفعت القرآن وتحدتهم أنهم مهما فعلوا فإن هذا القرآن قد بدأ يغزو تلك المجتمعات، وما أفعالهم إلا ردود عما يروه من غزو ثقافي، وما يسموه غزو، أنا أسميه صحوة. عندما يجد الإنسان الحر أنه خير بين قيم الخير، قيم الإسلام، قيم الأديان، قيم السماء، وبين انحلالات وبين إسقاطات نفسية وبين مجتمعات بدأت تتهالك، قطعا يلجأ إلى القرآن. طيب. وهذا الذي حصل، والاستجابة العظيمة من أبناء هذا الشعب التي رأيناها يوم أمس أثناء تبديل الراية وقبله، إنما يؤكد وبضرس قاطع أن الشعب العراقي على مختلف توجهاته وانتماءاته
هو رهن المرجعية. وهذا الرهن ما جاء من الفراغ، لأنهم تتبعوا مواقف المرجعية الدينية وعبر تاريخها فوجدوها المتصدية للدفاع عن قيم السماء وعن الديانات فضلا عن الدين الإسلامي. طيب. دكتورة، يتفضل الدكتور رافد بأن هنالك عدة موجات، ولكن هذه الموجة الأخيرة فيها الكثير من الارتدادات. بعد حرق المصحف الشريف كانت هنالك عقدة من الدين، يبدو هكذا فسر الأمر، ولكن رغم أنها غير مبررة هذه العقدة دخل عليها عامل آخر، أعطت الحكومة السويدية الموافقة على تمزيق العلم العراقي. في هذه الحالة كيف نقارب أنه هذه الأيام العاشورائية ويجري على العراق ما يجري الآن؟ يبدو كأنه مخطط ومدروس. هذا الشهر المحرم الحرام دائما ما يصيب القوى الاستكبارية في مقتل، لطالما كان محرم الحسين سلام الله عليه نداء ثائرين ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد الانحلال، ضد الانحراف، ضد الزيف. هذا هو محرم، هذه الراية الحسينية، هذه هي ثورة الحسين. والاستكبار العالمي الذي تحركه الدولة العميقة الظلامية بقيادة الشيطان، يعني أكيد تستفز عندما يقترب هذا الشهر الذي طالما يعني كان صحوة حقيقة للأرواح ونداء للضمائر لكل البشرية. نرى بأن مراسيم تقديس حركة الحسين سلام الله عليه شملت كل العالم عاما بعد عام، نرى بأن صوت الحسين يصل إلى أصقاع الأرض سنة بعد سنة. هذه الثورة في صعود كما بشرت بذلك مولاتنا زينب سلام الله عليها، وهي القائلة وسيخلق الله شيعة لا تعرفهم فراعنة الأرض يقيمون لصاحب هذا الطف، على من يجتهد أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وتطميسه فلا يزداد شأنه إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. هذا الرسم لراية سيد الشهداء الآن بدأ، هم أيضا يعدون العدة، ومن قبل ذلك في محاولة يائسة من هذه الدول ومن يعني السلطة الشيطانية العالمية للحط لتضعيف هذه القوة، محاولة لثلم هيبة هذا الدين، هيبة الإسلام. والآن وصل بهم الحال إلى ما يعرف بالبروتوكولات العالمية الدولية احترام، يعني هذا ليس مجرد قطعة ورق أو قطعة يعني قماش هذا العلم، وإنما هو رمز لهذه الدولة. هذا حقيقة انتهاك صارخ لأبسط ما تعارفت عليه الدول عندما يريدون أن يحرقوا هذا العلم. بالنسبة أنك قيادة سياسية في البلد كان الموقف حصيف، بحيث أطرد السفير السويدي، الآن قطعت العلاقات، لأن هذا أقل ما يمكن أن يقال في أن نستعيد كرامتنا. هذا شهر كما قال سيد الشهداء، يعني أن الدعية ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. الآن هيهات من الذلة، نحن نقول بزعامة مرجعيتنا وكذلك زعامة السياسية أنه هيهات من الذلة، نحن لا نرتضي لكتابنا العظيم أن هكذا يحرق ولا لعلمنا أن يمزق، ونعرف كيف نرد. حقيقة هذا الخطاب العالمي، خطاب الكراهية هذا الذي ينشرونه، يريدون منه تحريك صراعات دولية. لا يخفى بأن العالم مستعر وكأنه على يعني حافة بركان. هذه القوى الظلامية تريد أن تشعل للبشرية حربا ثالثة. دكتور عفوا، بقضية خطاب الكراهية محور مهم جدا، ولكن ما تفضلت به عكس للدكتور رافد. دكتور، يعني هسه القرآن الكريم هو لا يشمل العراقيين فقط، بل أمة إسلامية تعدادها مليارين أو أكثر، وبالتالي يكرس الموضوع فقط للعراق. هسه هو أرض الحسين، أيام الحسين، أرض الغيبة للإمام صاحب العصر والزمان. قبالة ذلك كان اتساع لرقعة الإجماع السياسي كما أشارت الدكتورة الساعدي، والاحتجاج المجتمعي في العراق. يعني ألا يعد هذا الاتساع والإجماع خطوة نوعية لم تجرؤ عليه أي من الدول لغاية الآن؟ ماذا يشير أو تشير هذه المعطيات من وجهة نظرك؟ قطعا بلا شك ولا ريب، أظهر العراقيون بمختلف توجهاتهم السياسية والدينية أنهم هم المتصدون للدفاع عن القرآن. هسه بغض النظر عن مواقف الدول الأخرى اللي ما أحب أخوض بيها، ولكن نعم أولدت استغراب عند الكثيرين، وكأن الإسلام وكأن القرآن والدفاع عنهما منحصر بالعراقيين، كما هو الدفاع عن الأرض العربية الإسلامية منحصر بالعراقيين، حين سواء
تلبيتهم للفتوى الجهاد الكفائي أو حين تصديهم لما أراد له من سوريا العربية الإسلامية أو من غير ذلك. العراقيون سباقون في الدفاع عن مقدساتهم، ومهما اختلفوا في مجالات هناك مجالات ومشتركات كثيرة الكل يصطف فيها، سواء القرآن، سواء القضية الحسينية، سواء كثير من الأمور، وهكذا وهذا الذي رأيناه اليوم. لذلك تعمد الطرف الآخر على محاولة إحراق العلم العراقي، وهي رسالة واضحة المعالم منه أو من الذين استأجروه للقيام بهذا العمل. وإلا بربك، والمشاهد يسمعني، أو يعقل أن هذا التصرف تصرف فردي؟ أطلاقا أبدا. منذ أيام صامويل هاميلتون في كتاب صراع الحضارات وإلى اليوم هناك مؤسسات خلف الكواليس هي من تدير الصراع وترسم للصراع الذي يستهدف الإسلام وقيم الإسلام ويستهدف العراق وشعب العراق، ويستخدمون أدوات. تارة هذه الأدوات تكون ظاهرة على الأرض، وتارة تكون إعلامية من خلال خطاب إعلامي، وتارة تكون الأسلحة متعددة، ولكن اللي يدير الصراع قطعا الرسالة واضحة أن العراق هو المستهدف. لما؟ لأن كل محاولات تمزيق هذا البلد وكل محاولات تفريق هذا الشعب وتشتيت هذا الشعب باءت بالفشل. نعم ربما حققوا في بعض الأمور ما يتصورونه نصر هنا ولكن كل هذا ذاب، لأن العراقيين عادوا من جديد محاولة منهم لبناء وطنهم. لذلك كان إشهار العلم العراقي دون غيره واضح جدا بأن الصراع مع هذه الأرض ومع هذا الشعب ومع قيم هذا الشعب، لأنه ولله الحمد وهذا مو شيء مخفي والكل يعلم به، رفض العراقيون مع تنوعهم وأصنافهم مسألة التطبيع مع الصهاينة، ورفض العراقيون مع اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم كل ما يراد أن يصدر إلى هذا البلد من أفكار انحطاطية انحلالية تريد من الإنسان أن يتحول إلى سلعة ومجموعة غرائز. رأينا العراقيون كيف تصدوا لهذا الأمر، بل على مستوى البرلمان بدأ الآن يدرس في تشريع قوانين تقف بالضد من أي شيء يتعارض وقيم هذا المجتمع. وأي قيم أقصد؟ العراقيون خصوا بقيم دينية من موروثهم الدين الإسلامي، وبقيم اجتماعية من موروثهم الحضاري، وكون أن العراق كان ولا يزال رأس الحرب في الصراع ضد الاستكبار يجب أن يشهر العلم العراقي ويحرق لإيصال رسالة لمجتمعاتهم أن هذا هو العدو. هذا اللي فعله أزمة الإسلام اللي ألفه على أي حال. هذا اللي أشاعوا في مجتمعاتهم أن العراقيين هم الوحيدين الآن المتصدون لكل هذه القضايا التي من خلالها يحافظون على قيمهم، فيجب أن تكون الحرب. تارة هذه الحرب رأيناها من خلال ترويج أفكار تتعارض وهذه القيم، عندما فشلت كل مخططاتهم العسكرية ورأوا كيف أبناء الشعب على مختلف توجهاتهم تصدوا في صفحة داعش التي صنعوها هم، وجدوا أن المسألة أن هذا البلد وهذا الشعب لا تنفع معه الحروب، فقد جبل على الحروب ليس اليوم عبر التاريخ. إذن لابد استهدافه قيميا، لابد استهدافه دينيا، هذه المنظومة القيمية عقائديا، هذا الذي يريدون أن يحدث. ولكن ولله الحمد رأينا تصدي قياداتنا سواء الدينية الربانية أو السياسية أو مجتمعنا وشعبنا لهذه المخططات. طيب دكتور، يتفضل الدكتور رافد حول المنظومة القيمية، وهنا نربطها أيضا بالنهضة الحسينية عندما خرج لطلب الإصلاح، عندما كانت هذه الرسالة رسالة إنسانية، هكذا هي جذور الإسلام. المجتمع الغربي عندما يدعي الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان، نجد أن خطاب الكراهية اللي أشرت إلى حضرتك في إجابة سابقة، إذكاء خطوط الفتنة هي التي تحضر على الساحة، بل تكون بذور النظام العالمي الجديد اللي يراد لها النمو والتمدد داخل البلدان الإسلامية. كيف تقارنين بين هذين المنهجين؟ يعني طالما كانت هذه الأرض وهذه الحياة هي ساحة يعني معركة
بين قوى الخير وقوى الشر، مهما يبدو اختلاف الأشكال والآراء والأجناس والدول، لكن ما زالت هذه الحياة محكومة بهذا الصراع الأزلي لآدم خليفة الله في الأرض ولعدوه إبليس الذي هبط معه. هذه الأرض تجسد هذين المعسكرين، الذي يحاول أو يحاوله الدول الاستكبارية كما نسميها ممثلة بالغرب أو حتى بالشرق، أي اتجاه كان لها، هذه دائما ما تعمل على نشر الظلام والعدوان، وحتى لو يعني ألبست ذلك لباسا مزيفا، لكن الزمن كفيل بإظهار الوجه البشع لهذه الثقافة وهذه الحضارة التي تدعي كما تفضلتم بالديمقراطية واحترام الرأي الآخر، تظهر الوقائع كذب ذلك. والمعسكر الخير، معسكر السماء الذي يمثله الآن سيد الشهداء، وهذا شهره، وهذه شعوب المنطقة خصوصا نحن كما يصف القرآن، التي بارك الأرض التي باركنا حولها، هذه الأرض المباركة، أرض العراق، أرض الأنبياء، أرض المصلح الأخير الذي هو بقية الله، ما بقي لله في هذه الأرض التي عجت بالظلم والظلام ودعاة الانحلال والانحراف عن أبسط قيم الفطرة في احترام الآخر واحترام الإنسان. كشف الزمن زيف ادعاءاتهم، الآن النهضة للإسلام، وهذا واضح جدا. الغرب يلفظ، أنا أرى الحضارة الاستكبارية تلفظ أنفاسها وقد كشف الزمان عن وجهها القبيح، بينما حضارة السماء، حضارة الإسلام الخالد الباقية الآن التي هي عليها على المحك الآن، وإلا الحضارات للشرائع الأخرى اليهودية والمسيحية، هذه الشرائع الإبراهيمية السماوية قد سحقها الغرب وأصبحت هكذا، يعني هو سحقها الشيطان بيده، والآن الدور على منذ فترة طويلة العمل على إذابة هذه الشريعة الأخيرة، الإسلام العظيم، والشعوب التي تحتضن هذا الإسلام، خصوصا هذا الشعب العراقي الذي منه هذا المصلح الذي ينهض بالإسلام من جديد، مولانا صاحب العصر والزمان، وقد اختار هو واختار له الله أن يكون من هذه الأرض، لأن أهلها أهل هذه الأرض هم أقدر، هم الحق بأن يبقوا بقية لله وأن يبقوا صوتا للحق في هذه الأرض التي تصدح بالظلم والظلام كما قلنا. دكتورة حضرتك لما تركزين على النهضة الإسلامية، نعم، فهنا أنا دكتور، هذه النهضة الإسلامية اللي كانت هي حسينية الوجود ومهدوية البقاء، لأي الحدود استطاعت هذه النهضة من أداء مهمة الأمر بالمعروف وأيضا الحفاظ على وحدة هذه الأمة من الانحراف والتصادم وإسقاط هذه الخطوط الحمر؟ عندما نتحدث عن عالمية ثورة الإمام الحسين بالتأكيد راح يكون هنالك بعض الفرضيات العملية أشرت إلى حضرتك عبر الخطاب الديني، عبر الخطاب الاتصالي أو وسائل الإعلام. هنا نتحدث عما آل إليه المزاج العام في تناول هذه الموضوعات. حجم هذه الرسالة الحسينية بنتائجها، نعم، وإلا بيني ما بين الله، أي بقعة اليوم ليس فيها ذكر الحسين؟ كل بقاع الأرض اليوم فيها ذكر الحسين، وهذه الموجة الهادرة من التحول إلى الإسلام والتي نراها سواء من خلال شاشات التلفاز أو من خلال تواجدنا في المناسبات الدينية وفي طليعتها من خلال زيارة الأربعين، ونرى هذا التنوع البشري الذي اختلف في تنوعه واجتمع على قضية الحسين، نوقن تماما أن رسالة الحسين وصلت كرسالة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه هي رسالة الإسلام. ما حاول برنارد لويس أو غيره تصوير بأن الإسلام دين عنف، هذا هو الإسلام، وهذا هو الحسين عليه السلام الذي يمثل رأس الإسلام سنة 61، وهو اليوم يمثل رأس الإسلام بما حققه من نصر تلاقفته الأجيال. هذا يعني أن اختيار العراق لتكون مسرح لهذه الملحمة ما جاء اعتباطا إطلاقا، فهذه الأرض بمن فيها وبما فيها كفيلة بأن تحفظ لهذه الثورة كل متبنياتها وأن تسعى لتحقيق كل أهدافها، نعم. وهذا الذي نراه الآن، مسألة صوت الحسين، أنا من أقصد صوت الحسين، إنما أقصد قيم الحسين، بدأت تنخر حتى في الجسد الغربي، ذلك الجسد الذي حاول
أن يظهر بأنه الراعي للإنسان ولحقوق الإنسان، بينما وجدنا التطبيق الحقيقي لشعاراتهم تمثل في الرئيس الفرنسي الذي وقف وقال لن أمنع الرسوم الكاريكاتيرية على النبي صلى الله عليه وآله كونها تمثل رأي للإنسان، ولكن رأيناه نفسه وقف ليرفع دعوة قضائية على أحد الصحفيين الذي رسمه بصورة للنازية. هذا الإزدواج الذي قاتله الحسين وصرعه الحسين، وما نراه اليوم من هذه الصحوة، وأؤكد مرة أخرى الصحوة في المجتمعات الغربية إنما جاءت لإدراك هؤلاء أن عندما خاطب الحسين عليه السلام في رسالته الشهيرة ما خاطب المنتمين، عندما قال كونوا أحرارا في دنياكم ما خاطب المنتمين أبدا، وما خاطب الذين كانوا سنة 61 للهجرة، خاطب الجميع وعبر كل صوت وعبر كل جيل أن يكون الإنسان حر، فلا يرتضي بما يساق ويفرض عليه دكتور من انحطاطات ويترك القيم الإنسانية التي زرعتها ركيزة أيضا مهمة جدا كانت في النهضة الحسينية. دكتور دعني لا يعني أغفلها. دكتورة حضرتك يعني اليوم استضافتك لهذا البرنامج إنما يأتي تكميل لدور المرأة التي كان لها الدور البارز بل أحد أهم أركان النهضة الحسينية. كيف يمكن أن نقرأ مكانة المرأة وعدها الشريك الأساس في كل المحاور وصولا إلى أحداث اليوم؟ أحسنتم. المرأة أيضا في كل المفاصل، وحتى هذه المفاصل يعني الصعبة كمفصل عاشوراء، ما خلا من المرأة أبدا. هذا الذي وقال عنه مخلوق وديع وضعيف أثبتت السيدة زينب سلام الله عليها عقيلة الطالبين، ومن لف حولها من حواريات الحسين حواريات الإسلام العظيم، شخصيات كثيرة نسوية لولا وجودها في هذه في هذا الطف الفاصل، هذا الطف المفصلي، طف الحسين سلام الله عليه، وإن شاء الله طف الإمام الحجة بنصيراته الزينبيات أيضا سيكمل هذه المسيرة كما قلت لصراع بين خير وشر. مفصل عظيم كان للمرأة دور فيه، ولولا دورها وحضورها وصمودها وثباتها ويقينها وقوتها وصبرها وصلابتها وجلادتها وقابلياتها ممثلة بالسيدة زينب عليه السلام، صوت الحق الذي نقل لنا ما حدث في صحراء نائية قد يمكن أن يغيب فيها صوت الحسين تماما ويخبو بريق هذه الثورة التي قدر لها أن تبقى أزلية. ثورة الإمام الحسين ليس كباقي الثورات، وإلا ما كتب لها هذا الخلود في التاريخ الإسلامي، ثورات كثيرة وجود المرأة فيها قد ضمن خلودها، وليس أي امرأة أيضا، الخلود جاء لهذه الثورة من بعض أسباب خلودها القابليات التي تميزت بها النسوة الواقفات حول الحسين سلام الله عليه، كما هن واقفات حول كل راية سماوية مع كل ديانة، مريم مع عيسى وأم موسى وآسيا وخديجة لمحمد وفاطمة لعلي وزينب الحسين صلوات الله وسلامه على كل الطاهرات والطاهرين، لطالما كانت السماء تعتمد كثيرا على هذا الجناح الكوني المميز المرأة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة زهرة السعدي الباحثة الإسلامية، أثريت الحوار ضيفة كريمة في الأستوديو، والشكر موفور لحضرتك الدكتور رافد عبد الحسن الباحث الإسلامي ضيفا كريمة في الأستوديو، شكرا جزيلا لهذا الحوار الحسيني السياسي. ونتواصل إياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ
للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم. وكذلك أرحب بالأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي ضيوفا أكارم في الأستوديو. أبدأ مع حضرتك دكتور هاشم، نتحدث عن مدى واقعية التهم اللي عصبت برأس هذه المصارف العراقية الـ14، هل هي فنية الإجراءات أم سياسية الهوى كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد، تحية إلى ضيفكم الكريم وإلى مشاهديكم. طبعا الإجراءات الأخيرة هي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية، ليس الهدف منها كما يجد المتابع بدقة إلا فرض هيمنة على الاقتصاد العراقي، وهذه الهيمنة هي هيمنة اقتصادية بعد أن أرادت أمريكا أن تفرض الهيمنة السياسية. تحديدا مع بداية حكومة محمد الشيع السوداني كانت هذه الرسائل بالضغوطات الاقتصادية على المصارف العراقية وعلى القطاع المصرفي وعلى التحويلات المصرفية. الجميع يعلم أن هذه الإجراءات الأمريكية هي جزء من العقوبات الأمريكية التي تفرضها أمريكا على الدول التي تخالفها سياسيا، وكما جرى الحال مع الجمهورية الإسلامية هذه العقوبات هي عقوبات غير قانونية، بالإضافة إلى كونها غير إنسانية بالتطبيق. الإجراءات الأخيرة أمريكا تريد بها أن تهيمن بشكل كامل على القرار السياسي العراقي في كل المجالات، وهذا القرار السياسي وإن كان في بعض الأوجه منه اقتصادي مالي، ولكن في أوجه العامة هو يرتبط بعلاقة الحكومة والتزاماتها مع الشعب العراقي. ولهذا شاهدنا مثلا تعطيل تسليم مستحقات الغاز الإيراني كيف انعكست على مستوى الخدمة وعلى مستوى توفير الطاقة للعراقيين، وأيضا بأمور أخرى. أمريكا حتى بما أرسلته من الرسائل الأخيرة بهذه المصارف هي أيضا تريد أن تعطل أو تشل القطاع المصرفي العراقي، لأن هذه الإجراءات إذا كانت بما تقوله أمريكا كان من الممكن أن يكون بالتعاون مع الحكومة العراقية وأيضا بتنسيق. وهنالك كانت لجنة وكان هنالك زيارة لوفد حضره وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي العراقي، ذهب إلى الولايات المتحدة، لكن أن تذهب أمريكا إلى هذا الإجراء إلى مصارف عراقية عاملة في العراق، هذا هو أولا انتهاك لسيادة العراق، وهو أشبه ما يكون بإعلان وصاية على القرار السياسي والاقتصاد العراقي، وبالتالي يتطلب ردا من الحكومة العراقية، لأن هذا الأمر بانعكاساته وتطبيقاته سيشل الحركة المصرفية وأيضا يؤثر على حالة السوق العراقية. أستاذ رشيد حياك الله مجددا. في الوقت الذي يطالب الدكتور هاشم الكندي بأن هذا الموضوع يتطلب ردا من الحكومة العراقية، واشنطن فرضت هذه الإجراءات العقابية على عدد من المصارف الأهلية. طيب هنالك إعفاء أمريكي منح بغداد هامش زمني لدفع مستحقات طهران المالية وبالعملة الصعبة، كيف يمكن قراءة هذا التوازن بين إجراءين اقتصاديين سياسيين متضادين؟ شكرا أستاذ أحمد، وتحياتي للدكتور ضيف الكريم والجمهور. هو ما نقدر نقول تردد، وإنما لأنه خلت بها شرط أمريكا أن يتم عبر مصرف غير عراقي، فالتحويل سوف لن يتم عبر مصرف عراقي. نطت مهلة 120 يوم ومليارين ونص باون استرليني، جنيه استرليني، وأوقفت التعامل ووضعتهم بالقائمة لـ14 مصرف نتيجة عمليات التدقيق التي تمت لعمليات التحويل خلال سنة 22، وقد تكون هنالك قائمة أخرى نتيجة عمليات التدقيق التي ستتم خلال 23. وهذا حقيقة يعني يجب أن يكون هنالك موقف قوي جدا للحكومة العراقية، ولا يمكن أن يكون هنالك موقف قوي جدا إذا لم تكن الكتل السياسية شادة أزرها ومع أزر الحكومة في اتخاذ قرارات موحدة وصائبة، مثل الإجراء اللي تفضل اليوم به السيد رئيس الوزراء بسحب القنصل العراقي وطرد السفير السويدي. يجب أن يكون هنالك إجراء
وموقف قوي للحكومة العراقية في كل القضايا الداخلية والخارجية، ومنها موضوع مهم جدا هو موضوع المياه. موضوع المياه اليوم موضوع حاسم بالنسبة للشعب العراقي، بيتعرض إلى إبادة جماعية. يجب أن يكون هنالك موقف حاسم للحكومة العراقية، سواء مع تركيا أو مع أمريكا أو مع أي دولة تحاول المساس بالشعب العراقي. كفى للشعب العراقي من الاضطهاد، كفى لما تعرض له من مشاكل، من دمار، من تهديم للبنى التحتية. طيب يعني يجب أن يكون موقف عن التدقيق حضرتك، ولكن يعني لهذه الدرجة تتأخر إجراءات التدقيق لما تكون إجراءات العقوبة كما علق البنك المركزي عليها أنها جاءت بعد تدقيق حوالات السنة الماضية، وأشرت نعم حضرتك 22. اللي كانت تطبيق قبل تطبيق المنصة الإلكترونية وتشكيل نعم. الحكومة الحالية، هل قد يتعطل إجراء التدقيق؟ نعم المنصة بدأت 1/1/23. أيضا أكو تدقيق قوي جدا على المنصة، يعني تحدث إلي، كنا في مؤتمر في عمان، مؤتمر رجال الأعمال مجلس الأعمال العراقي، أقام مؤتمر رجال الأعمال العراقيين، كنت أحد المشاركين، فالتقيت بأحد مدراء المصارف الأهلية. نعم. اتكلم لي، قال لي بعض الأحيان على خلل بسيط قد يكون عن حرف أو نقطة أو ركزة تعاد المعاملة مع غرامة. الثلاث معاملات أعيدت، كل معاملة غرامة عليها 20 مليون دينار. 60 مليون دينار هم متحملين غرامات على أشياء بسيطة جدا. فشوف مدى الإيغال في أذية الشعب العراقي. طيب بكل جهد أذية كل الشعب العراقي، يعني نعم. هذا تشخيص دقيق نعم. جدا نعم. شنو تأثير هذه العقوبات؟ استراتيجية هذه متبعة نعم. خلينا نذهب للدكتور هاشم الكندي. دكتور، شنو تأثير هذه العقوبات على سعر الصرف؟ اليوم الدولار 153 151 أو 152 بهذا الرينج، في حين أن البنك المركزي أكد أن سبب الارتفاع ليس الإجراء العقابي، إنما لجوء التجار إلى السوق السوداء، وأن الروتين قام يجري بطريقة أدق، وارتفاع الميدان السهل عليه هنا أم مبررات رأس السياسة النقدية؟ لو كما ذكرت، مع مجيء حكومة محمد الشياع السوداني، أمريكا طبقت هذا ما يسمى نظام السويفت، وجاءت بهذه الإجراءات التي كانت موجودة ومعلنة منذ عامين، ولكنها لم تطبق إلا منذ أشهر، وأثرت على ما يتعلق بسعر الصرف. وكان أيضا كان تحدي هو بالنسبة للحكومة، وأيضا وسائل ضغط عليها. الحكومة قامت بمجموعة من المعالجات، هذه المعالجات لربما نجحت في تثبيت سعر الصرف على ما كان عليه، ولكن لم يصل إلى المستوى الذي أقرته الحكومة في الموازنة. طبعا هذا في الأسواق الموازية، وإنما السعر الصرف الرسمي لا زال هو بدون هذا الرقم الذي ذكرتموه، ولا زال بالسعر الرسمي يعطى إلى التجار، وأيضا بمنافذ بيع العملة التي لا زالت فيها بعض الإشكاليات. ولكن الإجراءات الأمريكية بما تثير أيضا من مخاوف، من هواجس، أو حتى لمن يتصيد فيه كذا مناسبات تكون هذه الأمور. ولكن الأصل هو القرار السيادي الاقتصادي العراقي الذي لابد أن يحرر الاقتصاد العراقي من هذه الهيمنة الأمريكية. أمريكا لا زالت تعامل العراق وكأنه تحت البند السابع، رغم خروجنا من هذا البند بما تحملناه من ألم وأمل وأذية على طيلة سنوات طويلة، ودفعنا عقوبات وغرامات وتعويضات بما يقارب 55 مليار دولار إلى الكويت، وفيها الكثير من الإجحاف. كانت أمريكا تدفع إلى أن لابد أن يسدد العراق حتى ولو كان على جوع أبنائه. بالتالي اليوم عندما خرجنا وأدينا كل هذه الالتزامات، كان لابد العراق أن يطالب بتحرير قرار الاقتصادي. لماذا يرهن العراق لا زال بأنه لا يدفع إلا من خلال وسيط، وكأنه بلد قاصر السيادة حتى بما يتعلق باحتياجات العراق، من توفير الغاز لتوفير الطاقة الكهربائية،
جرى حل أخير وهو أنه يكون أحد المصارف في سلطنة عمان هو مصرف وسيط. رغم ذلك أمريكا لا توافق لغاية الآن. طيب. والأمر الآخر أيضا، الأمريكان يثيرون بين فترة وأخرى مزيدا من التعقيدات ومزيدا من القيود. أصلا ما ذكرتموه بما يتعلق بأنه أمريكا تمنح للعراق فترة السماح 120 يوم هو يشير على هذا الاستبداد والاستكبار الأمريكي بأنه هو الذي يمنع. من يعطي الأمريكان الحق في أنهم يقيدون أو يمنحون العراق بأن يدفع من ثرواته من خيراته بما يحتاجه ويتعامل برؤيته الاقتصادية دون المقيدات وأيضا دون ما تحدده أمريكا التي لا زالت تشترط على العراق وتهدده أن يذهب إلى تنفيذ خدماته أو حتى أن يتعامل بتعاملات اقتصادية بعيدا عن الدولار كما لجأت دول أخرى. اليوم عندنا دول مثل السعودية وغير السعودية ذهبت إلى اتفاقات باليوان الصيني بالروبل الروسي لأنها تجد بأن التقيد مع الأمريكان سيجعلها في حالة خسران ومشاكل اقتصادية وسياسية. فبالتالي حضرتك وسعت نطاق هذه الدائرة أستاذ رشيد، لما تكون الدائرة أوسع ما تأثير هذا القرار على النظام المصرفي العراقي الداخلي؟ يعني قائمة ب 14 مصرف ليست هينة، كانت أيضا قبلها قائمة سابقة وحضرتك ذهبت إلى ترشيح قائمة لاحقة لربما ستصدر عند إضافة إلى التعقيد اللي تبع البنك الفيدرالي. خلي أقول لك يعني إحنا حقيقة أكو عندنا حسابات يعني وأكو المنطق، هذه البنوك الـ 14 لا تمثل سوى نسبة واحد وبحدود 30، يعني واحد فارزة 30، يعني أقل من 1.5% من حجم التعامل العراقي. فهي إن شاء الله لا يكون هنالك تأثير كبير جدا، وقد سمح البنك المركزي العراقي لهذه البنوك بالتعامل بالدينار العراقي وبقية العملات. أكو عندنا عدد كبير من التجار يتعاملون في بقية العملات مع اليابان مع الصين مع الإمارات مع بقية الدول، سوف لين يكون هنالك تأثير. هذا التأثير اللي تشوفه مثل ما تفضلت صعد 151-52 هذا تأثير آني. وأيضا يعني هذا سببه شنو؟ سببه بعض الأحيان التعقيدات والبيروقراطية، وبعض الأحيان قد يكون هنالك فساد متعمد في بعض المصارف الأهلية بالتعقيد للحوالات واستخدام المنصة. البنك المركزي ومجلس الوزراء حقيقة خل أقول لك أستاذ أحمد ونكون منطقيين، سهل أمور التاجر في استخدام المنصة، في التعامل بالدولار، في الاستيراد بالدولار، يعني المكاتب، المحلات، الشركات. الشركات البسيطة بإمكانك اليوم أن تأسس شركة بسيطة بين 2-5 خلال يومين تأسسها بمبلغ بسيط جدا، وبإمكانك أن تستورد شهريا 200,000 دولار من خلال المنصة. هذا الارتفاع اللي دا يجي نتيجة تعامل التجار باستيراد المواد مع الدول الممنوعة والمحاصرة، مثل من لبنان، من إيران، من سوريا وبعض الدول أخرى أيضا، وحتى تركيا شوي عليها تجديد، لبنان عليها تجديد. فالتاجر بإمكانه أن يستورد وأن يدخل المنصة بأسهل طريقة وصورة. وأي مشكلة كان المفروض الأربعاء أمس أكو اجتماع يعقد في غرفة تجارة بغداد، دعا إلى مستشار السيد رئيس الوزراء ومكتب المتابعة للسيد رئيس الوزراء المحترم، وعلى أساس أن يدعى مندوب من البنك المركزي وعدد من مدراء المصارف الأهلية وعدد من رجال الأعمال، لكن للأسف كانت عطلة رسمية وتأجل موعد. سيعلن إن شاء الله هذا الموعد وإن شاء الله نعطيكم علم به. التاجر يجب أن يكون حضرتك قلت 1.3 من قدرة المصارف العراقية بالمئة لو بالعشرة؟ لا بالمئة. بالمئة واحد هذه بالتالي. النسبة خلي دكتور هاشم، يعني عدد المصارف المحلية المتبقية هل هي قادرة على عمليات التحويل وتكون هذه العمليات متاحة ومؤمنة، أم أن هنالك أزمة قد يسببها هذا الشطب الأمريكي؟ بدقيقة لو سمحت. لا عفوا، هي هذه الإجراءات وإن كانت جزئية وإن كانت محدودة التأثير بالرقم الذي ذكر ضيفكم الكريم، ولكنها تعطي انطباعا وتعطي أجواء غير إيجابية وغير مستقرة، بالتالي تؤثر على مجمل التحركات المالية. لكن هو بالأساس يشير إلى أن الأمريكان لن يفسحوا مجالا للعراقيين بأن يعملوا بسيادة بما يتعلق بالملف الاقتصادي. أشدنا الآن الملف الواضح هو مسألة دفع مستحقات الغاز
في ذات الإجراء أمريكا تسمح مثلا لتركمانستان ولدول أخرى أن تدفع إلى إيران بصورة مباشرة ولا تنظر إلى مسألة العقوبات، لكن مع العراق أمريكا تشدد بشكل كبير، وبالتالي هو كل هذه الإجراءات وإن كانت صغيرة إذا كانت على 14 مصرف أهلي أو على أكثر هي تشير إلى أن أمريكا تريد تكريس الهيمنة الاقتصادية، وهذا الذي لابد أن تعمل الدولة العراقية والحكومة العراقية على إنهاء هذه الهيمنة حتى تحقق السيادة والاستقرار والاستقلال في القرار السيادي الاقتصادي العراقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبا للدراسات الاستراتيجية، والأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي، ضيوفنا كانوا في الاستوديو أثريتم الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.